الراديو 90-90 هواها مصر. يحكى إنه مع النجم أشرف عبد الباقي على الراديو 90-90. محمد صلاح فيرمينيو جول. الله عليك يا أبو صلاح يا نجم. يا واد يا اشرف، الهيصه اللي انت عاملها دي هو عامل هيصه؟ عيب كده يا ابني، الناس نايمين. ناس مين اللي نايمين يا جدي؟ محدش نايم، مصر كلها صاحيه وبتتفرج على الماتش. على فكره بقى، هو انت كذاب، عشان ابو كريم البواب نايم يا عيني، وصوت شخيره مش مخليني عارف انام. انزل يا دي اشرف يا ابني وينوبك ثواب، اخطف رجلك انت وهو لحد المستشفى، وخليهم بقى يعملوا له اللحميه، وتعال على طول وهات معاك اللحميه. يا جدي لحميه ايه بس؟ سيبني بس عشان اتفرج على الماتش بقى. يا ابني اسمع الكلام ده، صوت شخيره عامل زي الطبله والعماره كلها بترقص بترقص، ممكن العماره تقع يا ولد. معيش فلوس يا جدي، معيش فلوس. بسيطه، اخطف رجلك انت وابو كريم للمستشفى، وهناك عرفهم انك انت خاطف رجلك، واطلب منهم فدية، وهددهم لو ما دفعوش انك انت هتقطع رجلك. يا جدي هو انت صعبان عليك؟ تسيبني مبسوط شوية يا جدي. وايه اللي بسطك بقى يعني؟ وكفال الشر، اصل ابو صلاح جاب جون مية مية. ايه ده بجد؟ والله يا برافو عليه، انا طول عمري بقول عليه لعيب، بس يعني مش احسن مني طبعا. طبعا يا جدي، وانت في زيك ابدا. مش عارف ليه انا حاسس بنبره سخريه، سخريه في كلامك كده. لا معقول يا جدي، هو انا اقدر برضو؟ عليك حق بقى تتريق، ما انت ما شفتنيش زمان بقى وانا صغير، ياه ايام ما كنت بلعب بالكوره الشراب انا وابو صلاح. مش واسعه دي شويه يا جدي؟ ما هي لازم طبعا تبقى واسعه عبيط، عشان لما تكبر وتطول وتفضل بقى عايشه معاك. ايه يا جدي اللي انت بتقوله ده؟ انا قصدي ان الحكايه اللي بتحكيها دي وسعت منك يعني، ما هو مش معقوله يعني تكون لعبت مع ابو صلاح. يا ابني انا كنت بلعب معاه كوره من قبل ما يخلف واد ويسميه صلاح. ايه ده؟ بس اللي انا اعرفه ان عنده بنت. يعني ازاي يعني؟ امال ابو صلاح ازاي؟ يا ابني عنده ولد واسمه صلاح، وابنه كبر ما شاء الله وخلف ولد وسماه محمد. ايه يا جدي اللي انت بتقوله ده؟ لا طبعا كلامك كله غلط. غلط ازاي يا ولد؟ ده انا حضرت بنفسي اسبوعه وشلت الواد محمد بايديا دول، ورفصني حته رفصه وبرجله الشمال وفي بطني، وكان هيجي لي رباط صليبي. شكله بقى كان هيطلع لعيب كوره الواد محمد ده والله. ايه ده؟ انت قصدك انك كنت بتلعب كوره مع ابو صلاح اللي هو ابو محمد صلاح؟ امال انا بقول ايه يا ابني من الصبح يا ابني؟ لا انا كنت فاكر قصدك انك لعبت كوره مع ابو صلاح اللي هو محمد صلاح. ايه اللي انت بتقوله ده يا اشرف؟ يعني ازاي هلعب كوره مع محمد ده لسه صغير وعملنا له اسبوع وقعدنا نغني؟ صغير ايه بس يا جدي، ده كبر وبقى لعيب كوره عالمي. ما شاء الله ما شاء الله. وبيلعب فين بقى يا ترى؟ يعني فريق المختلط؟ مختلط ايه يا جدي؟ لا بيلعب في ليفربول. ربنا يكرمه ان شاء الله واشوفه بيلعب في المختلط. يا جدي بقولك بيلعب في ليفربول. ايوه يعني ليفربول ده يعني حلو النادي ده؟ طبعا. بسم الله ما شاء الله. شفت، مش انا لسه كنت بحكي لك على الضربه اللي ضربها لي بشماله وكانت هتجيب لي اللوز؟ او من ساعتها بقى قلت الواد ده هيبقى لعيب عالمي. هو بصراحه شاب مجتهد، والبني ادم لما يجتهد ويعمل اللي عليه وما يستسلمش مهما واجهته مواقف صعبه، اكيد ربنا هيكرمه. مش قادر اقول لك يا جدي قد ايه الواحد بيحس بالفخر كل ما بشوفه بيلعب في نادي كبير زي نادي ليفربول ده. وعلى كده بقى النادي اللي بيلعب فيه ده فين بقى؟ ده نادي كبير جدا في انجلترا يا جدي. انجلترا؟ ازاي الكلام ده؟ زي يلعب في نادي الاحتلال. يا جدي احتلال ايه بس؟ وانت كمان بتشجع نادي الاحتلال؟ يا وعليك اللعنه، والاستقلال التام او الموت زام، ويسقط يسقط للاستعمار. يا جدي هدي اعصابك بس، هدي اعصابك. وعاشت مصر حره مستقله. يا جدي اهدى كده وروق دمك. اسكت خالص يا عميل الانجليز يا كلب السرايا. يا جدي سرايه ايه بس؟ والانجليز مشيوا من مصر من زمان. ايه ده ومشيوا؟ وازاي تسيبهم ياض يا اشرف يمشوا كده من غير ما يشربوا حاجه؟ انزل يا ابني هات لهم كازوزه. كازوزه؟ بالمره عدى على ابو كريم وخده على المستشفى عشان يعمل اللحميه. يحكى انه مع النجم اشرف عبد الباقي